نرصد لكم مشاهد الدمار والخراب نتيجة العدوان الأخير على تل الزعتر في شمال قطاع غزة، حيث أن هذا العدوان أدى إلى أضرار ودمار كبير في منازل المواطنين وفي ممتلكاتهم العامة والخاصة. كما تشاهدون الدمار في الشارع المؤدي إلى المستشفى الأندونيسي في هذه الصورة، وهذه هي منطقة تل الزعتر في شمال قطاع غزة، وهذا هو حجم الدمار الكبير في منازل المواطنين. وهذا الشارع يؤدي إلى مستشفى العودة، وهذا هو الدمار في محيط هذه المنطقة في تل الزعتر. هذا هو شارع تل الزعتر الرئيس في شمال قطاع غزة، وهذا هو حجم الدمار الهائل في جزء أساسي من أجزاء تل الزعتر، وتحديدا البيوت والمباني السكنية القريبة والواقع على الشارع العام لتل الزعتر في شمال قطاع غزة. هذا هو حجم الدمار في محيط الشارع العام لتل الزعتر، وهذا هو الشارع الذي يؤدي إلى مسجد البشير. هذا هو الشارع المؤدي من الشارع الرئيس لتل الزعتر إلى مستشفى العودة، وكما تشاهدون حجم الضرر في هذه المنطقة. في الصورة يظهر مستشفى العودة في تل الزعتر، وهذا هو حجم الدمار في المنطقة. كما تشاهدون هذه بعض المشاهد أيضا من تل الزعتر في شمال قطاع غزة، وهذا الشارع الذي يؤدي إلى شارع صالة أبو خاطر في منطقة تل الزعتر، وهذا الحجم الكبير من الضرر في البيوت السكنية في هذه المنطقة. تشاهدون الشارع هذا يؤدي هذا الشارع إلى مفترق نصار، وهذا هو حجم الضرر الكبير في هذا الشارع في تل الزعتر كما تشاهدون في الصورة. تشاهدون الآن حجم الدمار الكبير في المنطقة التي تقع خلف صالة أبو خاطر في تل الزعتر في شمال قطاع غزة، حيث حجم هذا الدمار في هذه المنطقة نتيجة التوغل الإسرائيلي الأخير في تل الزعتر. هذا هو حجم الدمار في هذه المنطقة بعد التوغل الأخير في منطقة تل الزعتر، وهذه المنطقة هي محيط أو بالضبط يعني تقع خلف صالة أبو خاطر. هذا هو حجم الدمار في الشارع المؤدي من شارع صالة أبو خاطر باتجاه مستشفى العودة في تل الزعتر. هذا شارع صالة أبو خاطر، هذا الشارع وهذه هي صالة أبو خاطر، تعرضت أيضا لأضرار كبيرة، وأيضا البيوت السكنية في هذا الشارع تعرضت إلى هذا الضرر الكبير. على جانبي الشارع تشاهد حجم المأساة وحجم الدمار في المنازل السكنية نتيجة التوغل الإسرائيلي الأخير لهذه المنطقة كما تشاهدون في هذه الصورة. هذا هو شارع صالة أبو خاطر، ويظهر في الصورة حجم الدمار في هذه المنطقة. تشاهدون الآن الدمار في شارع صالة أبو خاطر المؤدي إلى شارع السكة في مخيم جباليا، حيث هذه المنازل التي تعرضت إلى هذا الضرر الكبير، حيث أن هذه المنازل تعرضت إلى ضرر كبير. كما تشاهدون حجم الدمار في هذه المنطقة في تل الزعتر في شمال قطاع غزة، وهذا الضرر الكبير الناتج عن الهجوم الإسرائيلي الأخير على مخيم جباليا، وهذه هي منطقة تل الزعتر، وهذه هي الأضرار الكبيرة في منازل المواطنين. يعني طلعنا من هنا زنزال ضرب المنطقة، مش قصف، هذا زنزال عن ولا، هذا مش هذه مش حرب، هذه حرب على الدور، هذه حرب على الدور، الحرب والله زنزال ضرب المنطقة هذه. أيضا هذا المشهد من الدمار في أحد الشوارع الفرعية في تل الزعتر، وهذا الدمار الذي نتج عن التوغل الإسرائيلي الأخير لمنطقة تل الزعتر في شمال قطاع غزة. طبعا هذا هو شارع المليون في تل الزعتر، وكما تشاهدون تحول هذا الشارع إلى كومة من الركام نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير. صدمة تطلع فرجيهم بس شوف المشهد، أي شعور؟ مش شعور، بضل الشعور، لكن اللي بدنا نوصله انه احنا لسه ارضتنا قويه والعزيمه قويه وراح نعمرها
واحسن من الاول ان شاء الله. هذا كله جديد، هاي الناس. ايضا هذا هو الدمار الذي نتج عن العدوان الاخير على منطقه تل الزعتر في شمال قطاع غزه كما تشاهدون في هذه الصوره. هذا الشارع المؤدي من صالة ابو خاطر باتجاه شارع السكه. ايضا هذا هو حجم الدمار في محيط صالة ابو خاطر في تل الزعتر في شمال قطاع غزه، حيث ان هذه المباني السكنيه تحولت الى ركام بهذه الطريقه. جانب من الدمار نرصد الان جانب من الدمار في تل الزعتر وتحديدا في المباني المطلة على شارع صالة أبو خاطر في تل الزعتر كما تشاهدون في هذه الصورة. الشوارع الفرعية في تل الزعتر وهذا الشارع المؤدي من شارع صالة أبو خاطر باتجاه شارع العجارمة تم تدميرها بهذا الشكل، حيث تظهر البيوت السكنية وهي مدمرة بهذا الشكل الكبير. كما تشاهدون أيضا هذه هي مشاهد من تل الزعتر في شمال غزة. مشهد آخر من تل الزعتر وتحديدا من شارع سوبر ماركت أبو قمر نحو الشرق كما تشاهدون في هذه الصورة. هذه المشاهد من الدمار في تل الزعتر أيضا في شارع سوبر ماركت أبو قمر غزة. هذا الهجوم البري أدى إلى هذه الأضرار الكبيرة وحول بيوت المواطنين إلى خراب وركام في منطقة تل الزعتر في شمال قطاع غزة.